جاء دور طبرية في 16 نيسان، وجاء الجيش البريطاني كان في طبرية يحذر السكان العرب بأن عليهم أن يغادروا المدينة. بعض السكان بدأوا بالمغادرة، بقي منهم عدد كبير للدفاع عن المدينة، ووالدي كان من العائلات الفرنسية التي بقيت ورفضت أن تخرج من المدينة في 16 شهر و17 شهر. فجاء ضابط بريطاني إلى والدي، والدي باعتباره قسيس، أنه يا قسيس عليك أن تغادر المدينة حتى يغادر أبناء الطائفة المدينة. فقال والدي لا، لن أغادر، هذه بلدي وفلسطين بلادي وأريد أن أبقى فيه حيث أنا. وقال الضابط حجة الزعم المألوف أنه اليهود لهم حق بفلسطين، والدي كان عنده جواب كافي أنه لا حق لليهود بفلسطين. ضابط جاء بشاحنة وبالقوة وضع والدي وشقيقتي، والدتي كانت بالمستشفى مريضة بالقلب، جاء بها أخرجت من المستشفى وضعت بالشاحنة وأخرجوا من طبرية. ولم يبقى في طبرية إلا عدد محدود من المقاتلين واستشهدوا جميعا. On April the 18th, the British army withdrew from the city of Tiberias. Before leaving, they forced some 5,000 of the city's Arab inhabitants to evacuate their homes. The following day, Jewish forces seized Tiberias.